وفاة هيثم أحمد زكي كانت جرس إنذار لكل الأهالي وللشباب ولوزارة الصحة بسبب انتشار ظاهرة المكملات الغذائية اللي بتموت شباب كتير جدا في الفترة اللي فاتت ولسه لغاية النهاردة وبكرة وبعده طالما مفيش أي رقابة، لأن وإحنا بنسجل فوجئنا بشباب من 14 ل17 سنة بيقول إحنا بناخد مكملات غذائية والكباتن بيقولولنا عشان تبني فورمة لازم تاخد مكمل غذائي ولو ما معكش فلوس هنقسط لك. خلينا نشوف التقرير الجاي الشباب بيقول إيه. هل انت مع قرار العقوبة من 3 سنين ل15 سنة المقترح اللي قدمه البرلمان لأصحاب الجيمات والكباتن اللي بيقدموا مكملات غذائية بدون أي إشراف طبيب؟ بالتأكيد، لأن ده بيأثر على حياة المواطن أيا كان. لا غلط طبعا وصح. اللي هو المفروض ان انت بتدي حاجة، بتدي كورس، المفروض تبقى عارف ايه جسمه اللي محتاجه. مثلا بيدي بياخد بودر، لكن حقن والحاجات اللي هم بدون بيستخدموا حاجات غلط وتؤدي لفوات وحالة فشل كلوي وحاجات كتيرة مش كويسة. طبعا انا معاهم في النقطة دي، اللي هو ايه الحاجات دي بتبقى غلط طبعا عشان بتعمل اثر جانبي في الكبد وكده. انا اصلا تعبت قبل كده بسبب كان مكمل غذائي طبيعي، ما كانش كمان كيميائي. تعبت كان كبدي مش عارف حصل له حاجات كده، وكنت بتعب ودماغي بتصدع، كنت تقريبا كنت بنام طول اليوم عشان المكمل الغذائي انت وانت نايم اصلا، وانت نايم وانت صاحي ما ينفعش، فانت طول نص يومك ضايع بسبب النوم. بس انا مع القرار. المفروض يعني تحت السن 18 ما ياخدش عشان انت لسه عظمك بيتبني، فلما تزود يعني تضخم العضله بسرعه ده غلط، عشان غير كده المكملات الغذائيه دي غلط على الصغيرين. عشان لو تعرف حضرتك هيثم احمد زكي بيقولوا ان مات بسبب يعني كان بياخد مكملات كتير وكان بياخد امينو، فسن الصغير انا ما بحبس يعني ان هو ياخد بودرات. هل شايف ان الشباب اصبحوا مهووسين بالجيم وبالعضلات وبان هم يخسوا في اسرع وقت، فده بيؤدي لموت عدد كبير منهم ولا ده ترند يعني ماشي؟ يعني ان الناس كلها عايزه تعمل بودي بيلدينج في وقت قياسي يعني، فده بالتاكيد بيلجأوا للبودرز والحاجات ديت عشان يعملوا عضلات. هل المدربين في مصر يعني عايزين يبيعوا خلاص، عايزين يكسبوا خلاص؟ بتوع الجيم بيخش له حد من سن صغير وعايز يضخم جسمه، بقول له اقرب حاجه للكورس. الكورس ده غلط مش صح، هو مكمل غذائي بودرات خد زي ما انت عايز، لكن حكايه اللي انا بديك حقن غلط وانت مش عارف ايه مصدرها بعد كده. يعني في حقن بتبقى حاجات للانارب وكده وروح ضربها له، هو مش فاهم ده ايه ولا مكتوب عليها اسم، ده غلط. لكن الحاجة اللي هي الصحية، أكل صح، نوم صح، لو مكمل غذائي معروف في شركة محترمة خلاص أخد منه عادي. توجه كلمة إيه للكباتن أو أصحاب الجيمات اللي بيستغلوا الشباب، خصوصاً الموضوع طالع موضة؟ أكيد أنت عرفت إن هيثم أحمد زكي مات بسبب المكملات. تمام، هو ما ينفعش طبعاً، لازم يبقى تحت إشراف طبيب زي ما حضرتك قلت في الأول، فمش حاجة حلوة يعني، غير إن هي بتعمل هي البروتينات اللي في الطبيعي أحسن من كل ده. يا رأي ربنا، وحد مش فاهم حاجة لا تديله حاجة صح، لما ما تدروش خاص بيمنك انت ما تفهمش حاجة فيها، واخد حد يكون بيفهم فيها مش اي حاجة وخلاص. طبيب متواجد في جيم؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا، اكيد ده صح. انت اللي بتختار بايدك، في ناس بترفض وفي ناس عايزة، اللي هو ظروفك المادية ما تسمحش، هو برضو بيوفر لك العامل ده، انت فاهم؟ بيقول لك ايه مثلا الحاجة هتبقى على قدك.